المواهب والرزق والقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي يا خير موتي هب لنا كل سرور. الله الله يا الله لنا بالقبول. واختم لنا من قبيل حسنى نهار الظهور. الله الله يا الله لنا بالقبول. وهب لنا القرب من نحو اللقاء والوصول. الله الله يا الله لنا بالقبول. عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول. الله الله يا الله لنا بالقبول. واغفر دعانا فإن تحت بابك نزول. الله 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 لنا بالقبول. ضيفا فضلك ولسنا عنه يا الله نحول. الله الله يا الله لنا بالقبول. وظننا فيك وافر والامر فيك قول. الله الله يا الله لنا بالقبول. وفي نهور العاد الله الله يا الله لنا بالقبول. في شهر رمضان قمنا بالحياة والزهور. الله الله يا الله لنا بالقبول. نبغى كرامه بها تزكو جميع العقول. الله الله يا الله لنا بالقبول. نسلك على سلك في سبل الرجال الفحول. الله الله يا الله لنا بالقبول. سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا الله طلبنا قياما ليش ملكه يزول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا الله طلبنا قياما ليش ملكه يزول. الله الله يا الله لنا بالقبول. ثم الصلاة على المختار طه الله يا الله لنا بالقبول. والآن وسع بما داعي رجع بالقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. المهاجر الى الله احمد بن عيسى وسائر المعظم الفقيه المقدم محمد بن علي فاعلوي، وخصوصا الى سلطان الملا الامير عبد الله العيدروس بن شيخ الفقيه بن شيخ الفقيه الصقلاني بن شيخ عبد الرحمن الصدار، وخصوصا الى قطب الانفاس ابي عمر بن عبد الرحمن العطار وقطب الدعوه والارشاد ابي عبد الله بن علوي بن محمد العتاد، وخصوصا الى سيدنا صاحب الحضره وفي مدينه الحوضه ابي محمد بن زين الحبشي. امين امين. فخر الوجود سيدنا الشيخ بكر بن سالم واولاده سيدنا عمر بن الله وسيدنا الحامل بن شيخ بكر بن سالم وسيدنا الحسين بن شيخ بكر بن سالم، وخصوصا الى سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن الشيخ الحبشي، وخصوصا الى جميع سادتنا اهل ابي علوي. ان الله يتقبل منا ومنكم ويرضى عنا وعنكم ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويفيد على قلوبنا ما افاضه على قلوب عباده العارفين ويجعلنا واياكم من حزبه المفلحين.
وأن الله يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر العظيم، ومن صوامه وقوامه ومن عتقائه ومن نقضائه ومن أسرائه ومن أجرائه ومن أمنائه من النار، ويرزقنا قيام ليلة القدر فيه، ويرزقنا قيام ليلة القدر فيه، ويرزقنا قيام ليلة القدر فيه، ولا يحرمنا أجرها، ويتم المقصود للجميع على ما يرضي الله ورسول، ويخدم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وعيادة في زيادة، ونتشفع بها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.